sıra bayraktar, 30 sıra bayraktar, 30 sıra. يرم كيلو خوش geldin yarım adım ya. Nasıl sen abi? Vallahi elhamdülillah Artvin cah kebabı mükemmel Artvin. O fiyat ne kadar? Fiyat bedava, bedava. Sağ ol, 8 tane yiyen 9.'sı bedava. Maşallah. Allah razı olsun, evet. Sen abi. Maşallah. Tabii ki tatlı ya. O fiyat ne kadar abi? Güzel. Tane fiyat ne kadar? 180 lira. Mutayim Mıhtıya, İstanbul. Harika, ala asar. Hiya asar. Haliye ki Türkiye, بعد ارتفاع الدولار في المطاعم التركية. درجة الحرارة اليوم في اسطنبول 30 درجة مئوية، أجواء صيفية كثير حلوة. هون أماكن بيع الأسماك في منطقة أمينونو، شايفين الازدحام، أجواء كثير حلوة. سعر الدولار اليوم في تركيا 33.90 قرش. طبعا بالآونة الأخيرة ارتفع أسعار الدولار في تركيا، ارتفعت إلى 34 ليرة. والله وصلنا على منطقة سيرجي، أهم المناطق السياحية للعرب في اسطنبول تركيا. حاليا نحن متواجدين في منطقة سيرجي القريبة على منطقة أمينونو، اللي موجود فيها فنادق وأوتيلات كثيرة. هي المنطقة رح نتعرف هلا على أسعار الأكل والحلويات بهي المنطقة. طبعا منطقة سيرجي تعد منطقة حيوية مهمة كثير للعرب في اسطنبول، توافدوا إلها بشكل كثير كبير ما انا شايفين. هذا هو المترو اللي بوصل على أجمل وأهم المناطق السياحية، منطقة أمينونو، سلطان أحمد، واجلة، أسنلاك وأكسراي. فيكن تقطعوا من هذا المكان. طبعا سعر الطاقة 20 ليرة تركية مثل ما انا شايفين، سعرها 20 ليرة. الصلصة 345. هاجي بس بس هاي 145. 145 هون 145 كمان 115. هذا هو المحل. هاي وصلنا على محل حلويات صفا المشهور، نتعرف على الأسعار الحالية. شايفين عنده ازدحام كثير. سعر كيلو الحلو الفستو 140 ليرة تركية. هذا النوع هو الكنافة، هو الكنافة مضروبة على ايده 75 ليرة. هاي بالفستو 35 ليرة تركية القطعة. الأسعار الحالية كمان القطعة 35، هون المشغلة 20 ليرة. هاي القطعة 60 المشبك الحلو، القطعة 20 ليرة. طبعا الكل بيسألني على أفضل مكان لصرف العملة في اسطنبول، فبنصحكم بمنطقة لالالي أفضل مكان لصرف العملة. ما
منطقة لالالي مشهورة بأسعارها الممتازة. بنصحكم ما تصرفوا العملة في منطقة تقسيم أو منطقة سلطان أحمد، فأسعارهم كثير، بيعطوا أسعار غالية. سعر الدولار في تركيا 34.12 قرش، سعر اليورو 37.99. هي أسعار العملات حاليا في تركيا. نحن اليوم متواجدين بمنطقة سيركجي، هون منطقة موجود فيها مطاعم كثيرة أسعارها رخيصة نوعا ما عند باقي المناطق. هاي اللحم جوي، هاي الأسعار موجودة على اللائحة، 350 الوجبة. هون في عندهم هاي الوجبة 360. أسعار الأكل حاليا شايفين. بنصحكم تزوروا هاي المنطقة وهذا المكان وتقضوا يوم حلو في اسطنبول. حاعطيكم موقع اصدقائي بصندوق الوصف، ان شاء الله الكل يستفاد منه. مطاعم مخفية في اسطنبول بتعرفكم على اسعار. هي اسعار الحالية في تركيا بعد ارتفاع الدولار في المطاعم التركية. هنا شايفين كباب مشكل، دجاج كيس نافه، لحم كيس. هاي الاسعار الحاليه. هون الحلويات مع الاسعار. هذا المطعم اسمه أهل الكار، بنصحكم تزوروه، أسعاره كثير مناسبة للجميع. فرجينا كل الأسعار. هي الأسعار. هاي الكافيهات والمطاعم في هذا المكان، بفرجيكم إياها هلا من برا. شايفين العالم هنا جوافتوا هذا المكان، في من العرب ما بيعرفوا هذا المكان. والله انا والله الحمد لله عارفين جاك كبابي بكمل عارفين. وفياتني قدر؟ فيات بدوا 8 سنين 9 سنين بدوا. ما شاء الله، الله يرازي سنة. هذا المطعم كثير مشهور، تم بناؤه عام 1967 في هذا المكان. الأسعار الحالية. السلام عليكم. محل عسل، ريع العصائر. هاي هي الأسعار. أسعار الليرة التركية، سعر الدولار اليوم 34 ليرة تركية. سعر السندويشة هون اللحمة تشوية 180 ليرة تركية. هنا شايفين طريقة حديثة. طبعا الأسعار بتختلف من محل لآخر. مثل ما شايفين هي الأسعار الحالية 215 ليرة. الشاورما في 160 مع لبن 200 ليرة. سعر الشاورما اللحمة